أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. من المدى نبدأ. حقوق الإنسان 87 حالة ومحاولة انتحار في خلال العام الحالي. في العرب اللندنية، حزب الطالبان يختار التحالف منفردا مع الميليشيات في بغداد لخدمة مصالح إيران. وفي الزمان، الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء الموقف الوبائي في العراق. في عربي 21، واشنطن: سحبنا نصف قواتنا من أفغانستان والبقية قريبة. وفي العربي الجديد: تصعيد في إدلب يستبق معركة المعابر في مجلس الأمن. أما في الجارديان: رحيل نتنياهو لا يغير من مسار السياسة في إسرائيل، فأعداؤه مثله. وفي وول ستريت جورنال: تقرير حكومي أمريكي يخلص إلى أن كوفيد 19 ربما تسرب من معمل في ووهان. تلجأ حكومات وأنظمة أحياناً إلى الاستعانة بالإرهاب لتحقيق أهداف مرحلية. ليس في الأمر سر، فقد حدث هذا وما زال يحدث في شمالي العراق، إذ فتحت حكومة بغداد بضغط إيراني واضح الباب على مصراعيه لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا على لائحة الإرهاب. فاتخذ مقاتلو التنظيم من جبل سنجار مقراً لهم قبل أن ينزلوا من الجبل ليتمركزوا في داخل منطقة سنجار. وهذا ما ذكره وجاء في مقال الكاتب إياد الدليمي عن إرهاب حزب العمال الكردستاني في العراق. تركيا التي ترى في هذا التنظيم الكردي التركي المسلح تهديدا إرهابيا لها، واصلت منذ سنوات عملياتها ضده داخل الأراضي العراقية، مستندة إلى اتفاقية قديمة وقعتها بغداد وأنقرة تقضي بمطاردة كل دولة العناصر المسلحة داخل حدود الدولة الأخرى، طالما أن تلك العناصر تمثل تهديداً لأمنها وسلامتها. ولم تكترث تركيا لبيانات كثيرة صدرت من بغداد منددة ومستنكرة لمثل هذا الاندفاع داخل الحدود العراقية، فأنقرة تطبق ما جاء في اتفاقيتها القديمة مع بغداد، وأكثر من ذلك هي تدرك جيداً أن ليس لدى حكومة بغداد القدرة أو حتى النية لإنهاء وجود هذا التنظيم، طالما بقيت سياسات بغداد خاضعة لإرادة طهران التي ترى في هذا التنظيم ورقة تستخدمها ضد تركيا كلما احتاجت لها. وقد تمادى عناصر التنظيم الكردي التركي المسلح، فلم يكتفوا بتهديد تركيا بل وصل بهم الأمر إلى الدخول في مواجهات مباشرة مع قوات البشمركة الكردية في شمال العراق، كما حصل مطلع الأسبوع الجاري عندما شن التنظيم عملية مسلحة أدت إلى مقتل 5 من عناصر قوات البشمركة الكردية العراقية. باتت المواجهة المسلحة ضد عناصر العمال الكردستاني مطلوبة، وطرد هؤلاء المقاتلين بات ملحاً، ليس من أجل تلافي مزيد من التوغل التركي في الأراضي العراقية، حيث تفيد مصادر بأن تركيا توغلت أكثر من 60 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، وإنما حماية لأمن العراق بعد أن بات هذا التنظيم خاضعاً بالكامل لإرادة طهران التي ترفض أي مس به من حكومة بغداد. أضاف الكاتب: لا يقل إرهاب حزب العمال الكردستاني عن إرهاب داعش، وبالتالي لا بد من تحرك دولي حيال هذا التنظيم. ولعل البيان الذي صدر عن السفارة الأمريكية في بغداد وقد دان هجوم الكردستاني على البشمركة يبقى بيانا باردا باهتا لا يدل على نية أمريكية لمعاقبة هذا التنظيم أو حتى التحرك لدعم اتفاق سنجار، أو حتى في الأقل لدعم قوات البشمركة الكردية التي يبدو أنها ستكون قريباً رأس الحربة في محاربة هذا التنظيم المسلح، والذي يمثل تهديداً حقيقياً لأمن شمالي العراق الذي ما زال متماسكاً على الرغم من كل التداعيات التي شهدها العراق منذ عام 2003.
حزب طالباني يختار التحالف منفردا مع الميليشيات في بغداد لخدمة مصالح إيران بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة العرب اللندنية. وقد كشفت زيارة وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الرئيس الراحل جلال طالباني إلى بغداد، كشفت عن توجه للتحالف علنا مع الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران تمهيدا لانتخابات البرلمانية العراقية المؤمل إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وذلك بعد أن كانت الأحزاب والمجموعات الكردية تقيم تحالفات في البيت الكردي لتظهر موحدة في مجلس النواب العراقي. عزت مصادر سياسية عراقية مطلعة تحرك حزب الاتحاد الكردستاني إلى موقف تحالف الكاظم الصدر البرزاني من إيران، معتبرة أن ميل الاتحاد الوطني الكردستاني إلى طهران كحليف استراتيجي ستتضرر مصالحه في العراق، يدفع إلى التقارب مع كتلة الفتح التي صارت تمثل المصالح الإيرانية في العراق. وذكرت المصادر نفسها أن إيران الحليفة التاريخية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تدفع لدعم كتلتها السياسية الموالية المكونة بالأساس من تحالف الفتح، بعد أن حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني خياراته بالتحالف مع الكتلة المضادة الكاظم الصدر. وأكد المالكي بعد الاجتماع مع الوفد الكردي الذي يرأسه بافيل ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أن هناك تحالفاً قديماً مع الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عهد طالباني الأب، قائلاً: نحن متحالفون الآن وبعد الانتخابات، وهذا ليس من اليوم بل منذ القدم، إلا أن برلمانياً عراقياً وصف صفحة التحالفات المرتقبة بين الأحزاب الشيعية والكردية بمن يفتح صفحة جديدة لاستعادة دور الصديق الذي يمارس الابتزاز في حق طرف يشعر دائماً بأن شرعيته منقوصة. وشددت الصحيفة على أن التحالفات الشيعية سواء كانت مع حزب الطالباني أم مع البرزاني لن تغطي على الصراع الشيعي الذي سيتفاقم في كل الأحوال في ظل حليفين كرديين هما على خلاف مستمر. الحل الأسهل في مأساة هذه البلاد التي سرق منها الأخضر واليابس هو إشغال الناس بمعارك جانبية، ففي الوقت الذي تعاني فيه العاصمة بغداد غياب الخدمات وانتشار العشوائيات والبطالة، البطالة التي ضربت أرقاماً قياسية وارتفاع نسبة الفقر، وجدنا من يطالب بقطع رأس أبي جعفر المنصور. التفاصيل في مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. قبل أعوام قليلة أصدر المهندس المعماري موفق الطائي كتاباً بعنوان بغداد جنة مع وقف التنفيذ. ولو كنت مثل المهندس الطائي وعرفت بغداد طفلاً وشاباً، عرفت حدائقها الصغيرة والبيوت الهادئة، وتنعمت بمشاهد شوارعها في الستينات، ومررت من أمام مقهى البرازيلية أو وقفت تتفرج على ما يعرضه حس إخوان، لو كنت مثله بالتأكيد سوف تعتبر أن بغداد أجمل مدن الأرض. في كتابه يوجه موفق الطائي نداءً صادقاً: حافظوا على بغداد، حيث يطلب منا أن لا ننسى وصية معلمه محمد مكية التي كتبها قبل وفاته بأيام: استمعوا إلى بغداد، أصغوا إلى صوتها كثيراً، ستكتشفونه في حركة الشجر والنخيل، في دفق ماء النهر، في الضحكات الصافية، تأملوا لونها، تجدونه في الطابوق، في الخشب، في زرقة الماء، في سمرة الأهل. اليوم ونحن نريد الاستماع إلى صرخة موفق الطائي ننظر إلى بغداد وهي تنزلق نحو عصور الظلام والعتمة، المسؤول فيها لا يسمع سوى صوته. على مدى العصور امتلأت ليالي بغداد فرحاً، ولم يكن يدور في خلد أحد أن تتحول بغداد إلى مدينة أشباح. أضاف الكاتب: للأسف نجد بعضهم يصرخ من أجل تغيير اسم بغداد وإلغاء حي المنصور فيها، لكنه يصمت حين تضع المنظمات الدولية مدينة بغداد ضمن قائمة أسوأ المدن في التصنيف العالمي والتي تفتقر لأبسط شروط الحياة.
يبدو أن تصعيده هو سيد الموقف لمجمل الوضع في لبنان وخصوصا الملف الحكومي، بحيث يخشى أن تعقب مرحلة الانفجار بين العهد والرئيس المكلف سعد الحريري مرحلة أخرى من الشلل السياسي قبل اتضاح ما يمكن أن تتجه إليه الخيارات البديلة التي تتردد عنواناتها بين استقالات نيابية وانتخابات مبكرة أو حكومة انتقالية تبدو مستبعدة. فلنستمع إلى جزء من مقال للكاتبة عبير بشير. صحيح أن محركات رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تزال مستمرة في محاولة ترقيع الجسور بين ميشيل عون وسعد الحريري، والذي عنوانها أن لا ثلث معطل لأحد في حكومة الحريري القادمة، ووجود تصور معين عند بري لكيفية تسمية الوزيرين المسيحيين إذا كانت هذه فعلاً هي العقدة التي تحول دون التأليف. لكن حرب البيانات التي تندلع بين الحين والآخر بين قصر بعبدة وبيت الوسط مقر الحريري تهدد بشكل حقيقي مبادرة نبيه بري، وليس خافياً على أحد في لبنان أن عون الذي رفض اتفاق الطائف الذي صار دستوراً للبلاد لم يتوقف يوماً منذ وصوله إلى بعبدة عن محاولة ضرب اتفاق الطائف وفرض التعديلات عليه والبحث عن تفسيرات لجهة دوره ودور رئيس الحكومة المكلف. وكانت الكلمة النارية التي ألقاها الحريري في مجلس النواب ووجه فيها اتهامات إلى عون بأنه لا يريده، قائلاً ظاهرياً نحن أمام رئيس جمهورية يمارس حقه في توجيه رسالة إلى مجلس النواب، ولكننا بالفعل أمام رئيس يقول للنواب أنتم سميتم رئيساً للحكومة أنا لا أريده ولا أسمح له بالتشكيل، فتفضلوا خلصوني منه. ويبدو أن الخيارات بدأت تضيق أمام الرئيس الحريري وأن أحلاها مر، وعلى الأرجح ستنتهي عاجلاً أم آجلاً إلى خيار الاعتذار والتنحي ولو بعد حين. نشر صحيفة الجارديان مقالاً لدانيلا بيلد مديرة التحرير في معهد تغطية الحرب والسلام، ذكرت فيه أن رحيل بنيامين نتنياهو لا يغير شيئاً من مسار السياسة الإسرائيلية، مؤكدة أن أعضاء الائتلاف الذي سيحل محله ليسوا مهتمين بحل القضية الفلسطينية. الاضطرابات الهائلة في إسرائيل والإطاحة بنتنياهو كانت تعبر عن تحول زلزالي في الخريطة السياسية في إسرائيل، وربما كانت نقطة تحول بل وتحرك نحو إنهاء حكمها لملايين الفلسطينيين. ولسوء الحظ فما حدث لا يشير إلى أي شيء من هذا القبيل، فالرغبة الشديدة للإطاحة بأطول رئيس وزراء هو الدافع وراء التحالف المتنافر المكون من 8 أحزاب على أمل استبداله. وهناك عامل آخر يوحدهم، وهو أن النزاع مع الفلسطينيين يمكن إدارته بشكل دائم. ودافع نتنياهو أكثر من أي رئيس وزراء في إسرائيل عن هذه الفكرة وعززها في الوعي القومي، مما يجعلها إرثاً دائماً له، وهي إشارة عن وضعية الفلسطينيين الغائبين في السياسة الإسرائيلية. ولم يؤدي ضم حزب عربي في الائتلاف إلى وضعهم على الأجندة، فالحزب الإسلامي راعم يحاول استخدام 4 مقاعد حصل عليها من أجل الحصول على مكاسب ضيقة لناخبيه، ومثل غيره من المشاركين فقد وافق على عدم التورط في الموضوع الفلسطيني لتجنب الخلافات، وبات النقاش حول طبيعة الاستيطان واحتلال المناطق الفلسطينية مقبولاً لدى قطاع واسع من الإسرائيليين، عندما تم تصويره بأنه عملية أمنية وليس تعبيراً عن تعصب ديني. أضافت الصحيفة لم يؤدي الربيع العربي والصراع الصهيوني الفلسطيني إلى حل، وإنما أعطى لأطروحة نتنياهو ذريعة، وهي أن الوقت ليس مناسباً للتفكير بدويلة فلسطينية. ذكر صحيفة وول ستريت جورنال أن تقريراً سرياً أعده مختبر وطني أمريكي ذهب إلى أن فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني في ووهان معقولة،
وتستحق مزيدا من التحقيق. إلى التفاصيل. التقرير يجتذب اهتماما جديدا في الكونغرس بعد أن أمر الرئيس جو بايدن وكالات الاستخبارات الأمريكية بإبلاغه في غضون 90 يوما عن كيفية ظهور الفيروس. بايدن أشار إلى أن المخابرات الأمريكية ركزت على سيناريوهين، وهما إمكانية انتقاله عبر اتصال بشري مع حيوان، والثاني حادث داخل مختبر. ولفت أشخاص مطلعون على الدراسة إلى أن قسم زد في مختبر لورانس ليفرمور، وهو الذراع الاستخباراتية له، هو من أعد الدراسة، ويتمتع بحسب الصحيفة بخبرة كبيرة في القضايا البيولوجية. وقال إن التقييم اعتمد على التحليل الجيني لفيروس سارس كوف 2 المسبب لفيروس كوفيد-19 المتعرف عليه باسم كورونا. ونقلت وول ستريت عن مسؤول سابق مشارك في تحقيق وزارة الخارجية أن الدراسة كانت مهمة لأنها جاءت من مختبر وطني محترم، وتختلف عن الرأي السائد في ربيع 2020 بأن الفيروس قد انتقل بشكل شبه مؤكد إلى البشر عبر حيوان مصاب. وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قد قال في مقابلة حديثة مع موقع أكسيوس، قال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى معرفة حقيقة ما حدث لمنع أو تخفيف آثار الأوبئة في المستقبل. وأضاف أن الحكومة الصينية لم توفر وصولا إلى أي معلومات كافية للمضي قدما في التحقيقات الدولية في أصول فيروس كورونا. عمدت الرسامة التركية ساريكوران المقيمة بولاية كوجايلي إلى رفع مستوى الوعي عن أهمية إعادة المخلفات الإلكترونية، وذلك باستخدامها في أعمال فنية تلفت الأنظار. والمخلفات المقصودة هي مثل بقايا قطع التلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر المحمول وتوابعه والهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وغيرها. تخرجت كورال من قسم الرسمي بجامعة كوجايلي عام 2002، وانشأت الاستوديو الخاص بها بعد أن عملت مدرسة للفنون لمدة 3 سنوات. وقالت كورال إن شغفها بالرسم والفنون الجميلة بدأ منذ سن مبكرة. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحافية لهذا اليوم. غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.